أهلا بكم يا أصحابي في درس أسرتي متعاونة. أسرتي متعاونة الأسرة اللي هي العيلة المتكونة من أب وأم وأخوات وأخوان وكده، يعني اللي هي العيلة متعاونة يعني مع بعض. تعالوا نشوف الدرس بيقول إيه بقى. تزورنا ريم بعد المدرسة ونقضي وقتا ممتعا، هيا نساعد أمي. يبقى ريم بتزورنا كل يوم بعد المدرسة عشان نلعب مع بعض ونقضي وقت ممتع مع بعض. هيا نساعد أمي، يلا عشان نساعد ماما. أمي تسخن الطعام، أبي يضع الصحون. يبقى أمي بتسخن الأكل عشان ناكله، وأبي بيضع الصحون اللي هنحط فيها الأكل اللي ماما بتسخنه. أشكال حرف الميم. تسخن الطعام، حرف الميم في كلمة الطعام في الآخر. وقتا ممتعا، حرف الميم في كلمة ممتعا أو الحرفين الميم والميم. تعالوا نقول النشيد مع بعض حلو كده في حرف الميم. ماما ماما يا أنغامة تملأ قلبي بندى الحب، أنت نشيدي عيدك عيدي، بسمة أمي سر وجودي. حرف الميم في الأول في كلمة ماما في أولها، في كلمة أنغامة في النص قبل حرف الألف، تملأ قلبي في كلمة تملأ في النص. من يعرف حرف الميم في كلمة إيه تاني؟ شطار في كلمة بسمة، وكلمة أمي كمان في كلمة بسمة في النص، في كلمة أمي في النص برضو. تعالوا نشوف حرف الميم في كلمات. أمي رحاب، حرف الميم في كلمة أمي في النص، في كلمة الطعام في الآخر لأنها كتير، في كلمة أعلام في الآخر برضو، في كلمة قلم برضو في الآخر، في كلمة قمر في النص. خلص درسنا النهاردة، أراكم في الدرس القادم إن شاء الله. مع السلامة.